السلام عليكم يا شباب، معكم زميلكم محمد السيد. هنتكلم النهارده عن المحاضرة الرابعة وصف، تمام، اللي هي بتتكلم عن التوبيولار ديزيز، عن الأمراض اللي بتصيب التوبيول. تمام، عندنا عارفين من تكوين النفرون اللي عندنا هنا دي البومانس كابسول والجروميلاس والتوبيول. هنتكلم بقى عن الأمراض اللي بتصيب التوبيول دي، عندنا الأسباب بتاعته. عندنا أول سبب ليه سبب مورفولوجي، سبب في التركيب بتاعه. تاني سبب سبب كلينيكال في الوظيفة بتاعته. السبب اللي في التركيب بتاعه حصل ديستراكشن للتوبيولار ابيثيليال سيل، حصل ديستراكشن للخلايا اللي موجودة هنا فأدت لخلل في الوظيفة بتاعته التركيب بتاعه. وعندنا تاني حاجة الكلينيكال ده خلل في الوظيفة، خلل في الوظيفة عن طريق ايه؟ ان الشخص ده حصل له acute renal failure فأدت للسبريشن اوف رينال فانكشن، قللت الوظيفة بتاعت الكدني. تمام، يبقى عندنا ليه سببين، سبب في التركيب وسبب في الوظيفة. السبب اللي في التركيب ده حصل تكسير في الخلايا، والسبب اللي في الوظيفة حصل سبريشن للرينال فانكشن، الوظيفة بتاعتها حصل لها خلل. لما حصل خلل ده بسبب الاكيوت رينال فيلير. نتكلم دلوقتي عن الانواع بتاعته. الانواع ما هي الا اسباب، هو مقسموها انواع عن طريق اسباب يعني. فاول نوع او اول سبب اللي هو اسكيميك اي ان تي اي تي اي تي ان، اللي هو عن طريق الشوك. الشخص ده حصل له شوك فقل البلاد سبلاي اللي راح للكدني، فلما قل البلاد سبلاي اللي راح للكدني هيحصل له اسكيميا في الكدني. تمام، عندنا تاني سبب اللي هو بيجمنتد. شخص مثلا رايح يعمل اشعه بحاجه اشعه بالبيجمنت، تمام، في نوع من الاشعه اشعه بالبيجمنت، فلما بيعمله بيحصل له تسمم عن طريق البيجمنت دي، فبيحصل بتروح للكدني وبتعمل لها سبريشن في الرينال فانكشن بتاعتها. او في حاجه تانية، ان لو الشخص ده عمل في الاختبار ده عمل نقل دم بفصيلة دم مختلفه ليه، هيحصل ايه؟ هيحصل هيموجلوبينوريا. عن طريق ايه؟ عن طريق ان فصيله الدم المختلفه دي الجسم هيحسبها حاجه غريبه عنه فهيهاجمها فيكسر الهيموجلوبين الموجود فيها. فلما الهيموجلوبين يقل فيها يتكسر فهيروح في اليورين، فيروح في اليورين هيعمل هيموجلوبينوريا. تمام، ده عن طريق اللي هو ميس ماتشنج بلاد ترانسفيوجن، اللي هو حصل نقل دم لشخص فصيلته مختلفه عن الشخص الثاني. تمام، عندنا تالت حاجة بقى النيفروتوكسين. النيفروتوكسين دي بتكون عن طريق السببين، اللي هو سبب أول سبب دراج أو بويزنج. الدراج ده عن طريق إيه؟ الدراج عن طريق الجنتامايسين، والبويزنج ده عن طريق الليفي ميتال زي الميركوري اللي هو النحاس. هنتكلم دلوقتي عن الباثوجينيسيس بتاعه. الباثوجينيسيس هنتكلم اللي هو كقصة يعني، هناخده كقصة. أول حاجة حصل هايبوكسيا أو توكسين، اللي هو في الانواع بتاعته، اللي هو حصل هايبوكسيا اللي البلاد سبلاي اللي راح للكدني قل فيحصل لها نيكروزيس، او توكسين سببت نيكروزيس. فلما يسبب نيكروزيس هيعمل ايه؟ نيكروزيس للابسيليال سيل، فالابسيليال سيل دي لما تموت وتطلع كده من الابسيليال وول هتعمل اوبستراكشن، هتتراكم يحصل لها اكيوميليشن، وبعد كده تعمل اوبستراكشن لليومن. فلما تعمل اوبستراكشن لليومن الضغط هنا هيزيد، ما الفلتريتد هنا البلد الفلتريتد هنا جاي فعاوز يعدي فمش هيعرف يعدي. ليه؟ حصل اوبستراكشن فهيزيد الضغط، ولما يزيد الضغط هيحصل ترسيب في الانترستيشن. تمام، فدي هيسبب ايه؟ ترسيب. فاول حاجه حصل هايبوكسيا او توكسين سببت نيكروزيس للسيل بتاعت اليومن بتاع تيوبيول. تمام، فلما تبيول فحصل لما حصل نيكروزيس حصل تراكم للخلايا هنا، فلما الخلايا اتراكمت عملت اوبستراكشن. فلما حصل الاوبستراكشن اتقفل خالص فزود الضغط وزود الضغط، ولما زود الضغط حصل ترسيب ومنع الفلتريشن، قلل الفلتريشن او منع. ماشي، دلوقتي هنتكلم في ايه؟ في المورفولوجي. المورفولوجي ده اول حاجه او ليه 3 صور او 4. اول صوره اللي هو بيحصل تيبيولار نيكروزيس، ده عارفينها اللي هو حصل نيكروزيس، بس النيكروزيس بيكون في البروكسيمال كونفليتد تيبيول، وبيكون ديفيوز او لارج سكيب اريا. لارج سكيب اريا اللي هو خد منطقه كبيره، او ديفيوز اللي هو منتشر في كل حته كده ايه باتشي او كده. عندنا تاني حاجه تيبيولار اوكوليجن، اللي هو حصل انسداد باي كاستس. كاستس دي زي قوالب، الخلايا بتعمل قوالب على شكل الخليه، يبقى الخليه بتتحلل وكده بس بتعمل كوليجن بايكاستس اللي هو انسداد على شكل الخلايا زي كده يعني. دي مثلا لو سيل، السيل اتحللت بس سابت ايه؟ مكان مقفول على شكلها. تمام، اللي هو بالهايلاين او بيجمنت او جرانيول ابيثيليان. تمام، وبيكون في الديستال كونفليتد تيبيول. طبيعي لو جينا مثلا شفنا هنا اللي هو التكسير بيكون في البروكسيمال الجزء القريب، والاوكيوليجن بيحصل في الجزء اللي هو الديستال البعيد. تاني حاجة بقى اللي هو انتستاينال اديما اور انفلاماتوري سيل. هنا اهو في الصورة باين ان في اديما وانفلاماتوري سيل،
او الاديمه بيكون، والانفلاماتوري سيل دي بيكون عن طريق اللي هو فيه بكتيريا في البول، فهو لما حصل انسداد البول رجع تاني، فلما رجع حصل كان فيه بكتيريا وكده فعملت انفكشن فسببت اديمه وانفلاماتوري سيل. رابع حاجه بقى التوبيولار ريجينيريشن اوكيور ليتر، ده بقى بيكون في مرحله الريكفري. يبقى اول حاجه حصل نكروزس بيكون في البروكسمال تيبيول، وحصل اوكيليجن اللي هو باكاستس بيكون في الديستال اوكيليجن تيبيول، او عندنا انتصار الاديمه او الانفلاماتوري دي بسبب ان حصل انسداد، فلما البول رجع فرجع في بكتيريا او كده فسببت انفكشن فسببت انفلاماتوري سيل واديمه. والتيبيولار ريجينيريشن ده بيكون في الاوكيور ليتر، وبيكون في مرحله اللي هو ايه الريكفري او كده. نيجي بقى ايه في الكلينيكال اللي هو الكلينيكال بيكتشر. تمام، عندنا اول اسم ايه ثلاثه فيزز، اول فيز انيشيتد فيز، وتاني فيز اللي هو مينتيننس فيز، او تالت فيز اللي هو الريكفري فيز. هنتكلم دلوقتي عن الانيشيشن فيز، بيكون مدته اللي هو 36 ساعه اللي هو يوم ونص تقريبا. بيكون في انكريز في اليورين، ديكريز في اليورين اوت بوت اللي هو اليورين بيطلع بكميات قليله. تمام، عن طريق اللي هو الطبيعي ان الفلتريشن لما قل، لما حصل اوبستراكشن الفلتريشن قل، فلما الفلتريشن يقل هتقل كميه اليورين. تاني حاجه انكريز ان بلاد يورين نيتروجين اللي هو دي حاجات من اللي هو ويست برودكتس، الويست برودكتس طبيعي هتقل لما اليورين هيقل، فالويست برودكتس هيقل، فالويست برودكتس لما تقل هتزيد تركيزها في اليورين، ده طبيعي. يبقى هي اول حاجه انيشيتين فيز ده بيكون بيحصل فيه ديكريز في اليورين، اليورين بيقل عن طريق اللي هو الفلتريشن. تاني حاجه انكريز للبلاد يوريا نيتروجين اللي هو الويست برودكت هتزيد في اليورين. ليه هتزيد؟ لان اللي هو مفيش حاجه بتطلع فهو تركيزها هتزيد. تاني حاجه المينتيننس فيز ده بقى اللي هو الديكريز في كميه اليورين اللي بتطلع هيفضل مستمر، اللي هو سستين ديكريز ان يورين بتوصل من 40 ل 400 اللي هو الطبيعي اصلا من 800 ل 2000 ملي في اليوم، انما هنا بتوصل من 40 ل 400 في اليوم، فده بيكون اليوريا اللي هو بيكون يقل كميه البول او اليورين يعني اللي هو بتطلع في اليوم. وبيحصل فيه فبي هنا بيكون بقى ايه كميه الووتر والسولتس اللي بتطلع بتقل، او يعني بتقل او بتفضل محبوسه، فلما بتقل او تفضل محبوسه بيعمل هايبر كاليميا اللي هو طبيعي ان الاملاح فضلت موجوده فهتزيد تركيزها فيعمل هايبر كاليميا. نفس الكلام ميتابوليك اسيدوزيس برضو لان الاملاح هتفضل موجوده فتعمل اسيدوزيس، وساعات بتعمل ديس. تمام، يبقى ايه ديس از كومن ديو تو اكيوت رينال فيلير، بيحصل رينال فيلير فبيحصل ديس. ريكفري فيز ده بقى اللي هو بيبدا مرحله التعافي، فاليورين حجمه بيبدا يزيد واحده واحده، اللي هو بيبدا اليورين ينزل واحده واحده فبيعمل بيوليوريا اللي هو يزيد اليورين، فلما يزيد اليورين هيفقد ميه كتير واملاح كتير، فبالتالي هيعمل هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا دي اللي هو تركيز البوتاسيوم هيقل. ليه؟ لان هو بيطلع الاملاح والحاجات دي بقى ايه بدات تطلع فتركيزها في اليورين هيقل. تمام، يبقى تاني عندنا ثلاثه فيزز، انيشيتد فيز او مينتيننس فيز وريكفري فيز. الانيشيتد فيز ده بيكون مدته 36 ساعه، او بيكون سلايد ديكريز ان يورين اوت بوت اللي هو اليورين بيكون بيقل، والانكريز ان يوريا براد نيتروجين اللي هو بي يو ان، ده اختصار بي يو ان اللي هو دي الويست برودكتس بتفضل موجوده في اليورين فتركيزها بيزيد. تاني حاجه المينتيننس فيز ده بيفضل يكمل عن الانيشيتد فيز، بيفضل يكمل اللي هو كان بيعمله، بيفضل اليورين كميته تقل بتوصل ل 40 ل 400 مللي في اليوم، فده اسمه ايه اوليجو يوريا، الكلمه دي مهمه. فلما بيحصل اوليجو يوريا اليورين بيتحبس، فبالتالي وبيتحبس معاه الاملاح والميه فبيؤدي الى زياده تركيز الاملاح وكده، فبيعمل هايبركاليميا زي اللي هو البوتاسيوم هيزيد في اليورين، او ميتابوليك اسيدوزيس، او فبالتالي هيحصل ديس عن طريق ان هو حصل له رينال فيلير اللي هو الاملاح عماله تتراكم فيحصل له رينال فيلير فممكن يموت. الريكفري فيز ده بقى اخر فيز اللي هو بيبدا يتعافى فيه، فاللي هو كميه البول بتبدا تزيد او اليورين بتبدا تزيد فهيبقى اسمه بوليوريا، وهيبدا يطلع يورين، فبالتالي لما يطلع يورين تركيز الاملاح والمعادن هيقل، فاللي هو هيبقى هايبوكاليميا اللي هو البوتاسيوم تركيزه هيقل. تمام، نيجي بقى عند المرض الثاني اللي هو تيوبيلو انترستيشن انفلايتس. تمام، انفلايتس بان عليه اللي هو انفلاميشن. تمام، يبقى نقول في الديفينيشن بتاعه هو الموست كومن انفلاماتوري ديزيز في الكدني. تمام، بيأفكت ايه الانترستيشن والتبيول والرينال بلفيك. يبقى تمام، يبقى هو الموست كومن من اسمه، يبقى هو الموست كومن انفلاماتوري ديزيز
يبقى تمام اللي هو نيفرايتس، هو بيأثر على الانترستيشن اللي هو انترستيشن مايد يعني. عندنا انواعه، الانواع بتاعته اكيوت وكرونيك. الاكيوت بيكون في سبريسيف ونان سبريسيف، وفي الكرونيك بيكون سبيسيفيك ونان سبيسيفيك. هندرس اللي هو السبريسيف اللي هو بايلو نيفرايتس، تمام. هنتكلم عنه دلوقتي، اللي هو الكوز اوف اورجانيزم اللي بتسببه. اول حاجه بكتيريا اللي هو الاشيريشيا كولاي، بتكون بتمثل 80% اللي هي اهم واحده بتسببه اصلا. بيحصل بقى بستاف سودوموناس او اي بكتيريا تانية، وفانجاي او فيروس. الفيروس ده بيكون عند الناس اللي هو معناته مع روت اوف انفكشن. عندنا اتنين، اسيندنج انفكشن او هيماتوجينس انفكشن. الاسيندنج دي بتكون موست كومن، او بتكون اللي هو الانفكشن بتروح عن طريق اليوريثرا بتسبب انفكشن. الهيماتوجينس بتكون في بكتيريا في الدم او بتنتقل للكدني فبتسبب المرض ده. عندنا بقى البريسبوزنج فاكتور، تمام. الحاجات اللي بتحفز ان المرض ده يحصل، اول واحد هو اليورينري تراكت اوبستراكشن، اللي هو ده بيكمل التاني، اللي هو لو في اوبستراكشن في اليورينري تراكت هيحصل البايلونيفرايتس ده. تاني حاجة اللي هو الاسترن، الاسم ده يعني اللي هو ده للناس اللي بتركب قسطرة بيكون مش معقمة او كده فبيسبب انفكشن، فهو ده. او الناس اللي معناته موقع زي الدايبيتس ميليتس، او في لو في ليجن في الرينال فقافل برضه عامل اوبستراكشن فقافل، فهيسبب نفس الحوار اللي هو بيكون اوبستراكشن فاليومن بيكون مقفول فبيعمل يورين ريتينشن، فاليورين لما بيرجع بيكون في بكتيريا او كده فبيعمل انفلاميشن. وبيكون كونجينيتال، دي بيكون فازاك يوريسال ريفلكس. عندنا عارفين ان دي اليورينال برادر بيكون في هنا كده فالف، فالفالف ده لو بايظ فاليورين هيرجع تاني نفس الحوار، اليورين اللي بيرجع ده بيكون فيه بكتيريا او كده فبيسبب انفكشن. وطبعا عارفين ان الفيميل اكتر من الميل عشان بيكون اليوريثرا عندها وايد او شورت، والناس اللي عندهم اميون سبريفس او المناعات الموقعه يعني. يبقى تاني البايرونيفرايتس ده بيكون هنقول الكوز اوف اورجانيزم بتاعته بكتيريا او فانجاي او فيروس، واهم بكتيريا الاشيريشيا كولاي بيسبب 85%. الروت اوف انفكشن عندنا اسيندنج او هيماتوجينس، الاسيندنج ده بتكون الموست كومن. البروسبوزنج فاكتور ده بيكون في رينال تراكت اوبستراكشن او رينال ليجن، الاثنين واحد، اللي هو بيكون حصل انسداد في اليورينري تراكت فبيسبب اللي هو يورين ريتينشن، فاليورين ريتينشن ده بيكون محمل ببكتيريا او كده فهيعمل انفلاميشن. او الناس اللي بيركبوا قسطره، او الناس اللي مناعتهم مع زي الدايبيتس ميليتس. او بيكون كونجينيتال اللي هو بيكون الفازو يوريسال ريفلكس، ده بيكون ان الفازو يوريسال فالف بيكون بايظ فاليورين بيرجع تاني، وبرضه اليورين لما بيرجع بيكون فيه بكتيريا، والفيميل اكتر من الميل والناس اللي مناعتهم واقعه. نتكلم دلوقتي عن انواع البايلونيفرايتس. عندنا اكيوت بايلونيفرايتس وكرونيك بايلونيفرايتس. عندنا الاكيوت بيكون اكيوت سبريسيف انفلاميشن، عارفين ان اي اكيوت بيكون سبريسيف غالبا، فبيكون اكيوت سبريسيف انفلاميشن بيأثر في الكدني بسبب بكتيريا او فيروس. والانواع بتاعته هو الحاجات ايه اللي الطريق الروت اوف انفكشن اللي هو هيماتوجينس او اسيندنج انفكشن. يبقى عند الكرونيك بايلونيفرايتس، الكرونيك ده بيكون الكرونيك تيبيرو انترستيشال انفلاميشن، بيكون اهم حاجه فيه اللي هو بيسيب رينال سكارنج اسوسييتد ويز انفولفمنت اوف كاريسز والبلفيك، تمام. يبقى اهم حاجه اللي هو بيسيب سكارنج اللي هو بيسيب ندبه او علامه يعني. وبيكون برضو الانواع بتاعته ريفراكس نيفروبايوسي وكرونيك اوبستراكشن اوف بايلونيفرايتس. نيجي بقى الحاجات اللي الدكتوره زودتها النهارده في المحاضره اللي هو في الاكيوت البايلونيفرايتس، بيكون في الكيدني انلارجد وسويلن، تمام. او السيرفيس بيكون سموث سيرفيس، ويكون الكبسول ستريب، طبيعي ان لما السيرفيس بيكون سموث تكون الكبسول مشدوده يعني، تمام. وبيكونتين باص اللي هو بيكون سبريسيف لنا فوق اللي هو بيلفيك اند كاليزيس كونتين باص، او بيكون ميك ان شيب انلارجد، برضو الكات سكشن بيكون برضو انلارجد وفوكال وابسس، اللي هو ابسس هو اللي فيه خراج او كده، اللي هو نفس الكلام يعني اللي فوق. او الكرونيك بايلونيفرايتس برضو نفس الكلام اللي فوق، اهم حاجه برضو اللي هو بيسيب سكار وبس يعني، ما فيش اي اختلاف يعني. نيجي بقى في الكومبليكيشن بتاعت الاكيوت بايلونيفرايتس. عندنا اول حاجه بيحصل اللي هو الحاجات عامه يعني مش حاجات مهمه خالص، اللي هو بابيلي نيكروزيس او بايوفيروزيس ده، او اكيوت رينال فيلير، او كرونيك يعني اللي هو تبقى كرونيك اللي هو الكومبليكيشن اللي هو المرض لما بيتطور ما بيحصلش اي حاجه يعني مختلفه، اللي هو اكيوت رينال فيلير نيكروزيس او بولي نيفرايتس كرونيك،
الفيت بتاعه بقى، لو خدنا اي انتي بايوتيك هيحصل هيلينج عادي وخلاص، لو ما خدناش بقى انتي بايوتيك هيحصل كاليسز دي فورمت، دي فورمت اللي هو مش هنعرف نميز الكاليسز عن البلبيج عن كده، اللي هو بيحصل دي فورميشن في الكيدني ستراكتشر يعني. او بس كده خلاص خلصنا.